بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل مشاهدة هذا الفيديو يرجى الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك ليصل إلى أكبر عدد ممكن. الأمر الثاني، نتمنى منكم أن تسامحونا إذا لم نجب على التعليقات، فقد وردتنا العديد من التعليقات، بل مئات التعليقات، حتى أنني في مرة من المرات استمريت في الإجابة على التعليقات لمدة 5 ساعات متتالية ولم أستطع الإجابة عليها كلها. لذلك نتمنى منكم أن تشاهدوا الفيديو إلى النهاية حتى تصلكم جميع الاستفسارات التي قد تطرحونها في التعليقات، وأيضا إذا كان لديكم استفسار اتركوه في التعليقات. طبعا وردتنا بعض الأسئلة حول قبولات المعاهد الطبية لهذه السنة الموازي. من المعروف عن الموازي في التخصصات الطبية يقبل الحد الأدنى بأقل من 3 درجات، أقل من الحد الأدنى ب3 درجات. تمام، نجي عندنا الجامعة التقنية الشمالية، المعهد التقني الطبي الموصل، التخصصات الطبية. المعهد قابل معدل 95.86. أني أريد أقدم موازي على المعهد التقني الطبي الموصل، تمام؟ إيش قد المعدل المطلوب حتى أقدم عليه بالموازي؟ أنت بالموازي لازم يكون معدلك 92.86 حتى تقدم عليه. مضمون قبولك به؟ أنا أقول لك لا، لأن راح تكون آكم مفاضلة، المعدلات الأعلى هي اللي راح تفوز. لكن أقدم لو ما أقدم؟ طبعا أكيد قدم، خلي رغباتك حسب التسلسل. نجي عندنا المعهد التقني الطبي، الجامعة التقنية الوسطى، المعهد التقني الطبي بغداد المنصور. هذا المعهد نفس معهد التقني الطبي الموصل، ايضا 95.86. انا اريد اقدم على هذا المعهد، لازم يكون معدلي بالموازي، طبعا هذا الحكي لطلبة الموازي، لازم يكون معدلك 92.86 حتى تقدر تقدم عليه. تمام، مقبولك مضمون؟ لا، اكيد اقول لك مو مضمون، لان راح تصير اك مفاضلة. الدرجات او المعدلات الأعلى اللي هي راح تنقبل، لكن أنت قدم رغباتك حسب التسلسل. عندك الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني البصري، التخصصات الطبية. طبعا هذا المعهد قابل 95.71، أنت لازم يكون معدلك 92.71 حتى تقدم بالموازي. ونفس الحكي اللي قلناه بالبداية، وحاول تتابع الفيديو إلى النهاية حتى تكون عندك الصورة أوضح. وطبعا هذا المعاهد مشمول بهن فقط جماعة الأحيائي، جماعة التطبيقي من بداية الفيديو الله وياكم. تمام، عندنا الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني البصري قلنا، هذا قلنا لكم اياه. جامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني الكوفة، التخصصات الطبية. هذا المعهد قابل 95.43، معدلك 92.43، قدم. هذا توقعنا لهذا السنة احنا. تمام، عندك الجامعة التقنية الوسطى، المعهد التقني الطبي بغداد باب المعظم. هذا المعهد قابل 95.14، معدلك 92.14، تقدم وتوكل على الله. هنا الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني الناصرية، التخصصات الطبية، قابل 95. هذا المعهد قابل 95، انت معدلك 92، قدم وانت مرتاح. الجامعة التقنية الشمالية، المعهد التقني كركوك، التخصصات الطبية، قابل 94.86. يعني انت معدلك 91.86، قدم على هذا المعهد. الجامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني بابل، التخصصات الطبية، هذا قابل 94.57، معدلك 91.57، قدم وانت مرتاح. طبعا هذه مبنية على توقعات وتخمينات شخصية، تمام؟
انت تريد تستفاد من الفيديو شاهد، ما تريد تستفاد اخرج من الفيديو، وكان الله يحب المحسنين. قلنا الجامعة الفرات الأوسط التقنية معهد التقني بابل للتخصصات الطبية قابل 94.57 معدلك 91.57 قدم. الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني العمارة التخصصات الطبية قسم تقنيات المختبرات الطبية قابل 94.43 معدلك 91.43 قدم. تمام. جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني المسيب بالتخصصات الطبية قسم تقنيات المختبرات الطبية 94.29 معدلك 91.26 قدم. وطبعا أحيائي ومختلط. تمام. عندنا طبعا هاي الحدود الدنيا، احنا بناء على الحدود الدنيا نتوقع، نتوقع وان شاء الله يكون توقعنا في محله. عندك الجامعة التقنية الوسطى المعهد الطبي بغداد باب المعظم قسم تقنيات التمريض قابل 93.71 معدلك 90.71 قدم. طبعا هذا فقط للذكور، ذكر. تمام. يعني الإناث هذا بهذا القسم أتوقع أو هذا التقديم ما مشمولات، لكن أكو أيضا فرع آخر للنساء نذكره. جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني القادسية التخصصات الطبية قابل 93.71 معدلك واحد معدلك 90.71 قدم. الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الصغيرة التخصصات الطبية قسم تقنيات المختبرات الطبية قابل 93.71 معدلك 91.71 قدم. جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني النجف التخصصات الطبية قابل 93.57 وأحيائي ومختلط. تمام. معدلك 90.57 قدم أو أعلى هم قدم، يحق لك تقدم، مو يعني لازم هذا الرقم، لا أعلى يحق لك تقدم، أدنى لا تقدم لأن راح تكون منافسة قوية. جامعة التقنية الشمالية معهد تقني المستخصصات الطبية قسم تقنية التمريض والإسعاف الفوري قابل 93.57 معدلك 90.57 قدم. طبعا هذا أحيائي ذكور. أيضا عندك النجف المعهد التقني النجف التخصصات الطبية 93.57 معدلك 90.57 قدم، أيضا أحيائي ومختلط. الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني البصري التخصصات الطبية قسم تقنية التمريض معدلك 91.57 قدم، هذا اللي حكي للذكور. عندك المعهد التقني جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني كربلاء التخصصات الطبية قسم تقنيات صحة المجتمع قابل 93.26 معدلك معدلك 90.29 قدم، طبعا هذا مختلط. الجامعة التقنية جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني السماوة التخصصات الطبية قابل 93.29 معدلك 90.29 قدم، أحيائي ومختلط هذا المعهد. جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني باب التخصصات الطبية قسم تقنية التمريض قابل 93.14 وأحيائي ذكور معدلك 91 قدم 0.14. تمام. الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني كركوك التخصصات الطبية قسم تقنية التمريض 93 معدلك 90 قدم، أحيائي معدلك 90 للذكور، معدلك 90 قدم وانت مرتاح وفرصة القبول به هذا ان شاء الله عالية المعهد حسب ما اظن. عندك جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الكوفة التخصصات الطبية قسم تقنية التمريض هذا 92 معدلك 89.86 قدم. تمام. أحيائي ذكور. عندك جامعة تقنية جنوبية المعهد التقني الناصرية تخصصات طبية قسم تقنية التمريض 92.86 معدلك 89 معدلك 89.86 قدم، هذا الحكي للأحياء الذكور. تمام. جامعة التقنية الوسطى المعهد التقني بعقوبة تخصصات طبية 92.57 معدلك 89.57 قدم، أحيائي مختلط.
الجامعة التقنية الوسطى، المعهد التقني بلد، تخصصات طبية، قسم تقنيات المختبرات الطبية، قابل 92.43، تمام معدلك 89.43، قدم. أحيائي مختلط، الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني العمارة، التخصصات الطبية، قسم تقنيات التمريض، معدلك 92، معدلك 89.43، قدم. أحيائي، حاول تقدم رغباتك بالتسلسل، حاول تقدم رغباتك بالتسلسل، تمام. وطبعا أنا حاولت أفتح الاستمارة لكن ما فتحت يمي، لازم رقم سري ورقم امتحاني، فما قدرت أفتح الاستمارة. فأنتم حاولوا تشوفون الشرح، أكو قناة على اليوتيوب اسمها قناة، والله راح اسمها عن بالي، لكن أكو قنوات على اليوتيوب شارحة طريقة التقديم، تقدر تشوفونها، تشوفون طريقة التقديم وانتو تقدمون بنفسكم، تمام. قلنا السماوة، تمام. المعهد التقني باب التخصصات الطبية، قناة تمريض، 92.29، عندك إذا معدلك 89.29، أقدم. هي نفس الحالة، التقنية الوسطى، التقنية الكوت، أيضا الكوت، معدلك 89.14، قدم. الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني الناصرية، التخصصات الطبية، قسم تقنيات التمريض، طبعا معدلك 89 عدل، قدم. هذا فقط للإناث، تمام. الولد لا تقدمون هنا، تفضحونا، تمام. الجامعة التقنية الوسطى، المعهد التقني الصويرة، التخصصات الطبية، قسم تقنيات التمريض، 91.86، تمام. يعني تقريبا معدلك 88.86، قدم. أحيائي ذكر، عندك جامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني القادسية، التخصصات الطبية، قسم تقنيات التمريض، 91.43، معدلك 88.43، قدم أو قدمي، لأن فقط للإناث للأحياء، تمام. جامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني الكوفة، التخصصات الطبية، قسم تقنيات التمريض، 91.43، نفس الحكي الفوق، معدل اتش 88.43، قدمي أحيائي. الجامعة التقنية الشمالية، المعهد التقني الحويجة، التخصصات الطبية، قسم تقنيات المختبرات الطبية، معدل 88.9، لا هذا مختلط للطرفين، معدلكم إذا كان 88.29، قدموا على هذا المعهد الأحيائي. الجامعة التقنية الشمالية، المعهد التقني الدور، صلاح الدين، التخصصات الطبية، 91.14، قابل هذا الحد الأدنى للقبول، يعني نقول 88.14، يقدمون جماعة الأحيائي المختلط، تمام. جامعة التقنية الوسطى، المعهد الطبي بغداد، باب المعظم، قسم تقنية التمريض، قابل 99.86، يعني معدل 87.86، يقدر يقدم، وهذا فقط للإناث، تمام. جامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني، ممكن، تمام، عندكم بغداد، باب معظم، ثلاثة تمريض، قلنا 90، 90 أيضا، تمام. جامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني السماوي، التخصصات الطبية، قسم تقنية التمريض، أيضا 87.86، حقوا يقدم على هذا فقط للإناث. وأيضا الجامعة التقنية الوسطى، المعهد التقني الأنبار، التخصصات الطبية، قسم تقنية صحة المجتمع، معدل 87.71، يحق له يقدم، مختلط. طبعا اكو بعض الاخبار يقولون ليش ما تنشر على اليوتيوب، طبعا النشر على اليوتيوب ياخذ وقت، لذلك احنا ننشر الاخبار مباشرة على قناة تليجرام. قناة تليجرام وين؟ قناة تليجرام رابطها مثبت باسفل وصف هذا الفيديو. اذا تريد تصلك الاخبار اشترك بقناة تليجرام، تمام. لان احنا ماكو ما هو اي شيء
راح ننشره على اليوتيوب، لان تصوير الفيديو بيحتاج وقت، بينما على التليجرام مباشره ننقل الخبر وانت مباشره ينزل عندك الخبر. تمام. الجامعه التقنيه الجنوبيه المعهد التقني عمارة التخصصات الطبيه قسم تقنيات التمريض يقبل 87.71 حقوق يقدم. وعندنا جامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الصويرة التخصصات الطبية قسم تقنيات التمريض معدل 87 عدل الإناث يحق لهن يقدمن. وعندك الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني بعقوبة التخصصات الطبية قسم تقنيات التمريض 89، إذا 86.71 يحق لهن يقدمن الإناث على هذا المعهد. تمام. جامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل التخصصات الطبية قسم تقنيات التمريض الإسعاف الفوري معدل 86.71، أتوقع أنه راح ينقبل إناث لأن فقط للأنثى. تمام. الجامعة التقنية ها بعد خلصنا المعاهد، ها المعاهد الطبية خلصناها. في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك ليصل إلى أكبر عدد ممكن، وإحنا أيضا قاعد نبذل جهود كبيرة وجبارة في هذه الفيديوهات، نتمنى منكم أن تدعموا الفيديو بلايك، وهذا أقل شيء نطلبه منكم، وأيضا هو شيء بسيط نقدمه لكم، ونتمنى لكم القبول في الكليات التي ترغبونها، ونتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم الدراسية. دمتم سالمين.